شغلتك بسيطه ومحلوله. بترجاك استاذ، هي مو شغلتي لي، هذا موضوع عام مو موضوع خاص. عام خاص ما في مشكله، انت بس ادعي لنا حتى نلاقي اذن الجره بسرعه. خوش هو البحث جاري على قدم وساق، واستنفرنا نص الموظفين وموظفات المديريه ليدوروا عليها. قال بترجاك طمن لي المواطنين بحاره العوامه وقول لهم الموضوع قرب ينتهي، المهم انهم ما يضوجوا. قزوز برد، برد القزوز، قزوز برد، برد القزوز، قزوز برد. تعال تعال يا قزوز، تعال تعالوا. حاضر. باردين؟ باردين. منين جايبهم انت؟ من البراد. افتح لنا تنتين. حاضر. تفضل استاذ هشام. سلمون. شري. يعطيك العافية، قديش حقهم؟ 25 ليرة. تفضل. معوضين. راجع لك. ايه ارجع خذ الفلوس هذه. يا عمي ابو سعيد، شو اخبار الجوره؟ شوفت عينك، صافوا اربع خمس موظفين قاعدين ليل نهار، لا شغله ولا عمله، قول مبابح اشتغلوا. ليش شو اشتغلوا؟ طلعوا سياره يلي وقعت بالجوره. وقعت فيها سياره امبارح؟ ايه نعم، يمكن الشوفير ما شاف الجوره، ما لقى حاله الا متفركش فيها. هي فعلا ما تبين، لانها قريبه على الكوع. معك حق، معك حق، المفروض يكون في شاخصة مرورية عند الكوع، لأنه الشوفير لما عم يلف الكوع بسرعة عم يلاقي حاله وجها لوجه مع الجورة. هذا اللي عم يصير. أستاذ هشام اطمن، من بكرة بتكون الورشة هنيك. ورشة ردم الجورة؟ تركنا هلا من ردم الجورة، راح أبعث لك ورشة منشان تزرع شاخصة مرورية عند الكوع، وتدرس إمكانية زرع شاخصة ضوئية وتفريغ شرطي مرور مع الموتورسيكل للمنطقة. شلوني معاك؟ فعلا اجتهاد بمحله، يعني شو بدهم المواطنين احسن من هي خدمات؟ الله يعطيكم العافيه ويخلي لنا اياكم. خاطرك. الله يعافيك، مع السلامه. مرحبا استاذ. اهلا اهلا استاذ هشام. اهلا. طمني، ان شاء الله لقيتوا اذن الجره؟ ايه الحمد لله التقيت. بقى بدي منك تطمن لي جميع المواطنين بحاره العوامه بانه المشكله شارفت على الانتهاء. وين لقيتوها يا ترى؟ يا عمي قلب هالموظفين اكثر ما هو معمي. اتصور انها راحت بالغلط على متحف حلب. تصور. ولحد هلا لساتها هنيك؟ لا، شو هنيك؟ بعتنا اربع موظفين وسياره بمهمه عاجله.